الرحيم. السلام عليكم، كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير الصحة والعافية، يا رب الأمور ماشية معاكم توب التوب، تمام. أي مشاكل إن شاء الله بتمروا فيها، أي مساعدة بإذن الله إحنا موجودين، تمام. بس ادعونا، أنتوا بس ادعونا، وكان إن شاء الله كل أموركم بتكون متوافرة وميسرة، أموركم بتكون طيبة. أنا يعني مش هذا الكلام مجاملة، لكن جد جد اللي بيتعب على حاله بيمشي بي بي بيسهل على حاله الموضوع، ما في شيء صعب يوقف قدامه. هي صعوبة، وين الصعوبة؟ نصها قلق نصها توتر. طب انت خلي الموضوع بعيد عن القلق والتوتر، بضل 50% انت بتشوفها اشي كثير صغير، لكن لما بتكون المشكلة قدامك وانت بتكبرها وبتغذيها في التوتر وفي الخوف، بتبين انها عظيمة. شو يعني تراكم عليك شوية محاضرات، او شو يعني مريت بشوية ظروف سيئة نفسية سيئة؟ هذا اشي عادي، تمام، هذا كله اشياء عادية وقاعدة بتمر. لكن اهم اشي انت 50% القلق او التوتر ابعدها، هاي شيلها، المشكلة خلص انا بحلها يا مالك، خلص. يعني مشكلة انت اقنع نفسك انه انا والله بقدر احل المشكلة بعيد عن اي تصرفات، بعيد عن اي خوف، خلص انا ما بخاف، ربنا كاتب لي اللي بده يصير، فانا بحزم امري وبمشي. يلا بسم الله، محاضرة رقم 13. هاي يا جماعة ليش حكيت لكم هاي المقدمة؟ لاني بدي اودعكم في محاضرات المد، هاي اخر محاضرة في محاضرات المد باذن الله تعالى بالنسبة الي، بعدين انتم راح تكملوا محاضرة 14 لحد محاضرة 18، وهيك ان شاء الله بتنتهي محاضرات المد. عم بفكر الان انه انا اعملكم فيديو اصور فيه شوية حل اسئلة او اراجع فيه، ان شاء الله بنشوف، تمام، نشوف كيف الامور. الان اخر موضوع عن الكولينرجيك، خلص المحاضره الجايه راح نبلش الكلام عن الادرينرجيك، تمام، ادرينرجيك اجونست والانتاجونست وهي الامور. احنا الان اخر شيء في الكولينرجيك. شو يعني كولينرجيك انتاجونست؟ انتاجونست يعني بيسكر، يعني بلوك. طيب بلوك مين؟ بلوك الكولينرجيك، يعني بلوك الماسكارينيك والنيكوتينيك او البوث التنين، وصلت؟ يسكرهم. شو يعني يسكرهم؟ يعني يسكر وظيفتهم، خليها في حاله ان اكتف. فالوظائف اللي حافظينها في الجانجليون راح تتوقف، الوظائف اللي حافظينها في النيوروماسكولار جنكشن حتى، لانه ليش؟ لانه عليها نيكوتينيك ريسبتور، راح تتوقف. طيب الوظائف اللي بنعرفها في الباراسمباثيتك بوست جانجليونيك راح تتوقف. هاي هي اهميه انك تعرف الباراسمباثيتك والسمباثيتك وين مواقع الريسبتورات، هسه هاي كلها راح تتوقف. شو يعني انتاجونست؟ راح نسكر الكولين ريسبتورز سواء الماسكارينيك او النيكوتينيك او التنتين، ونمنع وظيفه الاسيتيلكولين، نوقف بريفنت ذا افكت اوف اسيتيلكولين. ممكن انه يكون ماسكارينيك او جانجليونيك اللي هو موجود في الجانجليا السمباثيتك والباراسمباثيتك، او في النيورو ماسكولار بلوكينج ايجنتس اللي هو موجود على سكيليتال ماسلز. هسه الموست كلينيكال يوسفول واللي راح نركز عليها في المحاضره بشكل شديد اللي هو الماسكارينيك ريسبتورز بلوكرز، تمام. كيف الاجونست؟ ركزنا على الماسكارينيك اكثر. طيب الانتاجونست برضه على الماسكارينيك اكثر. راح نحكي شوي عن النيكوتينيك ريسبتور يعني الجانجليونيك، وشوي عن نيورو ماسكولار بلوكينج. للامانه طب مالك ليش هذا الكلام؟ ليش الماسكارينيك دائما حظها اكبر في الاجونست والانتاجونست؟ انا بقول لكم ليش، لانه الماسكارينيك مجدي اكثر. قلت لكم كل ما كان سبيسيفيك اكثر للريسبتور كل ما كان احسن. يعني انت قاعد بتحكي لي عن بارا سمباثيتك وبوست جانجليونيك، هذا ماسكارينيك ريسبتور، تحكي لي على النيكوتينيك ريسبتور متوزع في كل الجانجليون، متوزع على النيورو ماسكولار جنكشن، حرام. يعني انت هيك ضربت كل شيء في كل الاي ان اس، انت ضربته هيك ما بصير. احنا بدنا اشياء سبيسيفيك، بدنا وظائف سبيسيفيك، مش عشان وظيفه معينه اذي الباقي. فالتركيز دائما على الماسكارينيك ريسبتور، راح نجيب سيره الباقي لكن بشكل اخف. تذكير، هذا هو موقع النيكوتينيك ريسبتور، وهون كمان عن النيورو ماسكولار جنكشن في السوماتيك في الاشياء الاراديه، وهي الماسكارينيك ريسبتور اللي هو الاسيتيلكولين. احنا الان بدنا نسكرهم، شو نحفزهم؟ نسكرهم بلوكينج. الآن نحكي شوي عن الماسكارينيك بلوكرز. طبعا لما نحكي الماسكارينيك يعني ام 1 وام 2 وام 3، تذكير ام 1 وام 2 وام 3. الام 3 معروفة في الجلاندز، تمام، وين ما في لاكريمال جلاند، سليفري جلاند، كمان التيرز، السلايفا، البرونكل، الجي اي، افرازات الجي اي، هاي كلها مسؤولة عنها الام 3. السموث ماسلز بانه برخي الاوعية الدموية، برخي البرونكل تري. طيب الام 2 مشهور اكثر شيء، وين موجود؟ موجود على الهارت، القلب، تمام، بيتحكم في الكارديك ريت عن طريق انه يجي فيجل ستيميوليشن عن طريق الفيجس نيرف اللي هو العصب العاشر، ويخفف نبضات القلب. فانا اذا سكرته هذا متوقع بانه مع الانتاجونست او مع الماسكارينيك بلوكرز نبضات القلب تزيد. ماشي مالك، هذا لازم نربطه.
المسكرينيك ريسبتورز بتخفف نبضات القلب، اسيتيلكولين لما يرتبط مع الام 2 بخفف، مع البلوكينج راح ترتفع لانه ما في شيء يهدي القلب. وصلت؟ طيب والام 1 مشهوره اكثر شيء في الجاستريك بارايتال سيلز، تمام، اللي هي مسؤول عن افراز الاتش سي ال او تقليل الاتش سي ال، تمام. فالانتي كولينيرجيك احنا هون راح نحكي شوي بالتفصيل على الانتي ماسكرينيك ايجنتس اللي هي بتسكر الماسكرينيك. طلعوا العوامل اللي بتسكر الماسكرينيك ريسبتورز راح ناخذها كلها، بنسميها باراسيمباثولايتكس، باراسيمباثولايتكس او انتي ماسكرينيك ايجنتس، نفس الاسم انتي ماسكرينيك ايجنتس او باراسيمباثولايتكس، تمام. هسه الجسم معتمد انه يكون في باراسيمباثيتك وسيمباثيتك في نظام توازن، في واحد برجع على الثاني، تمام. اذا انا جبت الباراسيمباثيتك جبت له شيء مضاد له، جبت له بلوك، جبت له ماسكرينيك بلوكر، راح شيء اسمه اوبوزيت، يعني راح يتعارض ويتوقف شوي، بينما السيمباثيتك ما راح يتعارض. فانت راح تتوقع من الانتاغونست تبعت الماسكرينيك او بشكل عام الكولينرجيك انتاغونست شو الوظائف اللي راح تتغلب، شو التاثيرات. التاثيرات انه السيمباثيتك يعلى شوي. ليش؟ مش لانه السيمباثيتك زاد، لانه الباراسيمباثيتك قل. حكيت لكم انه هو نظام توازن ما بين الباراسيمباثيتك والسيمباثيتك، هذا عكس هذا وهذا عكس هذا. طب هدي انت وقف وعاكس الباراسيمباثيتك، السيمباثيتك راح يظهر تاثيره اكثر وليس يزداد. خليكم دكاتره صاحين، السيمباثيتك ما راح يزداد في الانتاغونست تبعت الماسكرينيك، ولا شو راح يصير؟ راح تظهر اكثر لانه ما في شيء عكسها. تعال نحكي شوي عن النيكوتينيك بلوكرز، نيكوتين. طيب تعرفوا انه النيكوتينيك بلوكرز الماده اللي راح تسكرها نيكوتين، المسكرينيك بلوكرز الماده راح تسكرها كل هدول، بينما النيكوتينيك بلوكرز مش شائعه كلينيكالي، مش مستخدمه. والبلوكر اللي لها نيكوتين كيف يعني؟ يعني هسه في جسمنا موجود نيكوتين بكميه طبيعيه، تمام، كميه اعتياديه قليله، فمشغل الجانجليون كامله، والجانجليون هو اللي مشغل الباراسيمباثيتك والسيمباثيتك ومشغل النيورو ماسكولار جنكشن العضلات الهيكليه. لما يجي الواحد يعمل سموكينج يدخن بيرفع مستويات النيكوتين بشكل مهول، فبصير في ضغط على الريسبتورات، تمام، بتطلع مثلا سيمباثيتك بتطلع كميه نور ابنفرين وابنفرين عاليه، فبحس الواحد بالنشوه انه هيك انه شيء مرتاح هادي ما له حيل يعمل شيء، وبنفس الوقت مزهزه هيك مبسوط. بعدين كمان شوي ريسبتور ببطل يستجيب، فهذا يعتبر بلوكر له. نيكوتينيك بلوكرز النيكوتين يعتبر له. اذا النيكوتين هي كميه ايش حسب الدوز، اذا كانت الدوز عالي بتسكر الريسبتور خلص بطل يستجيب، عشان هيك الواحد بحس انه مزهزه لما يدخن. فهو مسيطر على الجانجليونيك السيمباثيتك والباراسيمباثيتك والكلينيكالي ليست امبورتنت لانه جنرال. طيب شو بالنسبه للنيورو ماسكولار بلوكينج ايجنتس؟ برضه النيكوتينيك ريسبتور موجود على العضلات الهيكليه، اذا سكرناها بتحفز العضلات الهيكليه، اذا يعني الاستخدامات عاده راح تكون حوالين ريلاكسنت، مرخي عضلات بعد العمليه، قبل العمليه، او يعني صار في تخدير وفات الشخص لهذا العمليه، بعد العمليه عضلاته متشنجه، فبعطيه البلوكر ل النيكوتينيك ريسبتور موجوده على العضلات الهيكليه، فببطل يستجيب للانقباضات فبترخي العضله. طبعا هاي هي الانواع، ما راح ناخذهم هذا لاحقا، بعدين في مراحل متقدمه بتاخذوها في مواد ثانيه ان شاء الله، لكن ما راح نتحدث في هاي المحاضرة عن أنواع أدوية للنيورو ماسكولار بلوكينج ايجنت لأنه موضوع شوي أكبر من هيك. وصلت؟ فاستخدامه الأساسي هو ريلاكسنت، بس اعرفوا لأنه هو ريلاكسنت بعد العمليات الجراحية أو انتيوبيشن، مديت تيوب مثلا، أو فيريس أورثوبيديك بروسيجرز، يعني هو بس لأنه يرخي العضلات مش أكثر من هيك. طيب تعال نتفصل شوي في الأنتي ماسكرينيك ايجنتس ونحكي عن أنواع الأدوية. وصلت؟ إذا التفصيل الآن مين في الأنتي ماسكرينيك ايجنتس، بعدين رح نحكي شوي عن النيكوتينيك وشوي عن الانتي ماسكولاريك ايجنت. طيب كومونلي نون انتي كولينرجيك دراجز، خلص يعني معروف في الانتاغونست اشهر شيء الانتي ماسكولاريك. ليه؟ لانه كلينيكال يوسفول مجدي، ذي بلوك ماسكولاريك ريسبتور كوز انهبشن ماسكولاريك فانكشن، تمام. بدي احكي لكم شغله، ماسكولاريك فانكشن شو يعني؟ يعني الباراسيمباثيتك بوست جانجلينيك، يعني الباراسيمباثيتك راح يتوقف. وصلت؟ طيب في شيء راح يتوقف في السمباثيتك كحاله خاصه، بتتذكروا قبل هيك حكيت لكم السليفري جلاند والسويت جلاند، غدد اللعابيه والعرقيه، هاي واصلها سمباثيتك لانه انت ما بتعرق بالوضع الطبيعي، ما بتعرق في الريست اند دايجست، انت بوضع في تهويه كويسه، ما في خوف، ما في قلق، هل بتتعرق؟ لا،
اذا هو تحت الفايت اور فلايت التعرق، وصلت؟ بس الداعم العصبي اللي لها اسيتيلكولين، يعني الداعم العصبي لها شبيه بالباراسمباثيك. اذا هي كاستجابه عصبيه سمباثيك، كنيورو ترانسميتر واصلها، كنواقل عصبية الأسيتيلكولين. طب أنا حكي لك أنه أنا بدي أسكر المسكرانيك ريسبتور اللي هي بتستقبل أسيتيلكولين، فالسليفر جلاند والسويت جلاند راح يتسكروا. هاي هي الفكرة. إذا وين الإكسبشن في الموضوع؟ أنه سليفر جلاند والسويت جلاند على الرغم من أنهم مش باراسمباثيتك، هم سمباثيتك، بس مع هيك راح يتسكروا في الأنتي كولينيرجيك دراجز أو في البلوك مسكرانيك ريسبتورز. كمان مرة يا مالك، يلا سريعا. مسكرانيك فانكشن يعني البارا سمباثيتك راح تتسكر. في عندنا حالة خاصة السليفري جلاند والسويت جلاند، هذول عصبيين تابعين للسمباثيتك لأنهم بالأوضاع الاسترس اللي بس متعرق فيها والسليفري بيكون فيها. لكن لما أنا أستخدم أدوية بتسكر المسكرانيك ريسبتور، هذول راح يسكروا وراح وظيفتهم راح تتأثر. تمام؟ طيب. Because they do not block nicotinic receptor, الأنتيكولينيرجيك أنتي مسكرانيك هاف ليتل اور مور سكيليتال او نيورومسكولار او الاوتونوميك جانجليا، لاني انا بس سكرت المسكرانيك، فالسكيليتال ما جربت عليها، الاوتونوميك ما جربت عليها، نيورومسكولار جانكشن ما جربت عليها نهائيا، شغلي بس على الباراسمباثيتك وهدول الغدتين بس. انتي كولينرجيك دراجز بينيفيكال ان فيريتي كلينيكال سيتويشن، كثير مهم، كثير في عنده منافع معينه. هسه في عندك بعض الادويه مش شرط انه الدواء يكون انتي مسكرانيك مخصوصا حتى يوقف لي وظائف الانتي مسكرانيك اكتيفيتي. في عندنا راح نتعرف على نوع ادويه في الفاينل، شيء اسمه الانتي هيستامينز والانتي ديبريزنتس مضادات الاكتئاب، هذول من ضمن الوظائف تبعتهم، من ضمن الحركات انهم بيسكروا المسكرانيك اكتيفيتي. فلما انا احكي لكم، والله هسه انا في درس الانتي هيستامين وانا بشرح، حكيت لكم انه هذا عنده انتي مسكرانيك اكتيفيتي، بدي تفهموا شو يعني انتي مسكرانيك اكتيفيتي، يعني راح يسكر المسكرانيك ريسبتورز، يعني راح يكون له وظائف الباراسمباثيك. نجيب البروتوتايب، النوع الأساسي اللي هو الأتروبين اللي أخذناه في المحاضرة الماضية كطوارئ للدوزز العالية والتوكسيسيتي من الأغونيستس. يجي الدور إنه نتفصل فيه، لكن المحاضرة الماضية مالك مر علينا كثير أتروبين كله، إذا صار في تسمم أتروبين، صار تسمم أتروبين معاكس للأغونيست، وهو إذا صار تسمم في الأتروبين تستخدم أغونيست. طيب هو تيرشري أمين، شو يعني تيرشري مالك؟ يعني ستيبل. شو يعني ستيبل؟ شو يعني ستيبل؟ يعني مش مشحون. شو يعني مش مشحون؟ يعني بفوت السي إن إس، بفوت السي ان اس، له تاثيرات على السي ان اس، بسكر المسكرانيك ريسبتور، بينافس الاسيتيلكولين بانه يرتبط معه، هاي الاسيتيلكولين هاي الاتروبين بصير ينافس فيه على محل الارتباط وبودي بعيد. سنترالي اسنترالي بيرفرالي ابريفرالي، يعني بفوت على السي ان اس وبفوت على البيرفرال نيرفس سيستم. طيب هو تقريبا 4 ساعات، ممكن انه يحطه بكالي على العين، وممكن كمان بعض الاكشنز تطول ايام زي انك تستخدمه للعين تعمل ماي تريسز. هسه بنشوف هنا بهذا في هاي المخطط بدي اورجيكم شغله انه كيف تركيز الاتروبين بياثر على الافكت، تاثير تبعه معتمد على التركيز. في تركيز قليله بيعمل لك سلايد كارديك سلوينج، ببطئ شوي نبضات القلب. هسه بنفهم ليش عاد المفروض انه يسكر الام 2، الام 2 هي بتخفض نبضات القلب، سكرها راح يرتفع نبضات القلب، بس ليش بدوزز قليله بترتفع بتقل شويه نبضات القلب؟ راح نفهم ليش. راح تعمل شوية دراينس، جفاف في الفم، انها بشين اوف سويتنج، راح توقف غدة عرقية، هذا اشي طبيعي مالك لانها راح توقف السويت جلاند وراح توقف السلايفري جلاند وهي الامور. بالدوزز الاعلى راح تزيد نبضات القلب، شفتوا كيف؟ لما تسكر الام 2 خلص هيك ما في فيجل ستيميوليشن، راح تزيد نبضات القلب، راح يصير في شوية دراينس وتكون اوضح، دايليشن بيوبل اشي بنسميه مايد ريسز، انه هو بؤبؤ العين بتوسع، blurring of near vision بتبطل تشوف رؤية قريبة بشكل واضح. هسه في التركيز العالية عالية زود أكثر من 10 ملي جرام hallucinations هلوسات و delirium اللي هو عبارة عن هذيان وكوما، ممكن غيبوبة توصل. فهنا بحكي لك neural effector organs have varying sensitivity to atropine، التركيز بيأثر على الإفكت. وصلت؟ الأكشنز، بسم الله. الأكشنز يعني شو بيسوي في الجسم، therapeutic uses يعني شو استخداماته العلاجية. الاي شو بيسوي؟ ايش اسمه المايد ريسز، بيوسع حدقه العين. ليش يا مالك؟ على الام 3، الام 3 هي مسؤوله عن انها يعني ريست اند دايجست، هي بالنهايه المسكره انك تابع على الباراسمباثيك. فانا في الوضع الطبيعي البؤبؤ ما راح يكون متوسع عندي، بطلع هسه في المرايه بلاقيه متضيق. انا لما اسكر الام 3 راح يصير في دايليشن اوف ذا بيبل، مايد ريسز بنسميه،
طيب لما تكون بؤر العين صغير نسميه ميوسيس، يتضيق ميوسيس، يتوسع مايدريسيس، unresponsive to light. حسا انت لما تطلع في الضوء عينيك بتظهر صح، هذا ما راح يصير. ليش؟ لانه انت dilation، الريسبتور المسؤول انه يضيق العين، يضيق البؤبؤ مسكر. فهي هي الفكرة، انه انت لما تطلع في الشمس، تطلع في الضوء، عينيك ما راح يصير فيهم ميوسيس. وسايكلوبليجيا شو يعني؟ يعني inability to focus for near vision، الاماكن الاشياء القريبة ما راح تشوفهم بشكل واضح، هذا نسميه سايكلوبليجيا. اوكي طيب، بالنسبة للانترا اوكيولر بلشر may rise dangerously، ممكن انها تزداد بشكل خطير. احنا قلنا في المحاضرة الماضية انه الام 3 مسؤولة عن التصريف اوكي في الانجل كلوجر جلوكوما، اللي هو ارتفاع ضغط العين والسوائل تضغط على العين. الام 3 عن طريق المشهوك وعن طريق كمان واحدة تسمح للسوائل بانها تطلع بالتصريف، اجي اسكرها ما في تصريف، فممكن انه يرتفع الانترا اوكيولر بلشر. التأثير الثاني جاسترو انتستينال، مالك ام 3. كيف هيك مالك بتجاوبنا بسرعة؟ خلاص انا حافظ الريسبتورات شو بتشتغل. فالاتروبين شو نوع الريسبتور بتشتغل عليه؟ ماسكرانيك. طب سبيسيفيك معين ولا الكل؟ احنا ماشيين على الكل، قاعدين بنشوط على كل الريسبتورات ام 1 ام 2 ام 3 ام 3. طيب الام 3 مفروض انه يفرز سيكريشنز، بحب السيكريشنز، بحب الموتيليتي في الجاسترونتستين، سكرته معناها هذا ممكن انه يستخدم في انتي سبازموديك، اللي هو مضاد للتشنج او مضاد للمغص، معدتك بتتحرك، امعائك بتتحرك كثير، اروح اسكرها، فهيك صارت مضادة للتشنج تمام كعلاج لها. وصلت. اتروبين والسكوبالامين هذول بنستخدمهم انتي سبازماتيك، مضاد للتشنج والمغص وهي الامور. هسه بنعرف السكوبالامين شو هو، هو الدواء الثاني. طيب هل له تاثير على الاتش سي ال؟ لا، الام 3 ما لها دخل في الاتش سي ال، الام 1 اللي لها دخل في الاتش سي ال، فتراكيزه ما راح تزداد ولا راح تتاثر ابدا. وصلت. اذا الهيدروكلوريك اسيد ما راح يتاثر. كمان جاسترونتستينال تراكت، الاتروبين ما بياثر على علاج مش فعال للبيبتيك السر. طيب شو البيبتيك السر؟ اول شيء في نوع بكتيريا موجود في داخل جسمنا اسمه اتش بايلوري، هذا الاتش بايلوري في بعض الاحيان بتهبل، بده يصير يهاجم الخلايا البرايتال سيل، اللي هو الخلايا الموجوده المبطنه للمعده. هاي الخلايا المبطنه عليها طبقه ميوكس مخاط، تحمينا من مين؟ من الاتش سي ال. ليش الاتش سي ال ما بتهري المعده عندنا وجدار المعده؟ لانه في طبقه مخاطيه وخلايا حاميتها. الاتش بايلوري بصير يحفر وبوكل هذا الاشي وبيهاجم هذا الاشي، فبصير الاتش سي ال والجدار المعده مكشوف له، فبيهاجمه فبصير في التهاب هون. هذا اسمه بيبتيك السر، راح تتعرف عليه في الباثولوجي لاحقا ان شاء الله، اسمه بيبتيك السر. هسه ليش الاتروبين ما له تاثير علاج على البيبتيك السر؟ لانه ببساطه البيبتيك ألسر بيأثر عليه انه تخفف الاتش سي ال، فبتخفف الاصابة انه بتبطل فيه مهاجم كبيرة. طبعا هسه قبل شوي حكينا الاتروبين ما له دخل في الهيدروكلوريك برودكشن، ما له دخل، لا بخفف ولا بزيد، وبالتالي الاتروبين ما له دخل في البيبتيك ألسر. ممكن نأثر على البيبتيك ألسر ونخفف منه اذا ضربنا ريسبتور ام 1 وسكرناه، لانه الام 1 هو اللي له دخل في الجاستريك سيلز وافراز الجاستريك جوس اللي هو العصارة المعدية. وصلت. فبدك تجيب دواء مثل البارينزيبين، هذا الدواء بيشتغل على الام 1 وممكن انه يوقفه، ماسكارينيك انتاجونست، هذا ممكن انه يقلل الجاستريك اسيد سيكريشن ويساعدنا في البيبتيك السر. شفتوا كيف الفكره؟ بناء على الريسبتور بتشتغل على الام 1 انا على عيني وراسي، بتشتغل على الام 3 ما باثر. دوزز اوف اتروبين ريديوس سبازمز، بتقلل السلايفا سيكريشن، الاوكولر اكوميديشن، تكيف العين، انت لما تطلع من الشمس لعتمة من عتمة للشمس للأكوميديشن، هذا تكيف تمام، والتركيز، وانها تثبت السيلياري مصل المنقبضة والميوسيس، هذا الكلام مش موجود. اليورينيشن شو بصير فيه؟ بقل. الام 3 كان يسمح لك بانه يرخي البلادر، مش يرخي البلادر عفوا، يشد البلادر ويرخي السفنكتر، فتحفز على عملية اليورينيشن. انا سكرتها راح يلخي البلادر ويوسع كمية بول اكثر وريتينشن حبس اكثر، ورح يسكر السفنكتر. تأثيره على الكارديوفاسكولار، مالك ام 2، ام 2 سكر، هذا بناء على الدوز. بس ثواني عليه، قبل شوي في الرسمة ورجيتكم السهم اللي هيك في البداية في الدوزز القليلة كان انه سلوينج في الهارت ريت، طيب مالك كيف سكر الام 2 رح تزيد نبضات القلب؟ انا معك، لكن في قصة صغيرة بدي احكي لك اياها. اذا تأثير الاتروبين على الهارت على الكارديوفاسكولار هو نسبي، بناء على ايش؟ ديبندنج اون ذا دوز. في اللو دوز
بكون decrease in heart rate بشكل سلايت خفيف، بالهاي دوزز خلص بزيد. يعني هون التأثير على الام 2 مظبوط. ليش هذا الكلام؟ تعالوا أورجيكم. الأسيت الكولين لما يطلع يا جماعة، في عندي هون ريسبتور، خلينا نسميه ام 2، هاي المسكرينيك ريسبتور. الإشي اللي ما وضحت لكم إياه قبل هيك، إنه في عنا نوع ريسبتور موجود على الخلية العصبية البري سينابتيك، اللي هو القبل التشابكية. قبل التشابك، هي منطقة التشابك العصبي، هي الإفكتور أورجان، وهي العصبون اللي راح يطلع الأسيت الكولين. الأسيت الكولين طلع بيعمل إشي اسمه تغذية راجعة، بإنه الأسيت الكولين شوي منه بروح بلف وبرتبط على ريسبتور، هذا ريسبتور مسميه بري سينابتيك ريسبتور. بري سينابتيك ريسبتور بتقدر تسميه يا ام 1 مسكرانيك ريسبتور 1. هذا شو فائدته؟ يحكي له انه انا لو سمحت يعني قلل لي شوي، خلص موجود عندي الاسيت الكولين موجوده بكثره، خفف الموضوع. اوكي، فهي وظيفته زي تغذيه راجعه، انه الاسيت الكولين موجوده هون هيها الآن بطلع بشكل طبيعي، في بعض منها بتلف وبترتبط على ريسبتور اسمه بري سينابتيك ريسبتور. تمام، فأنت لما تجيب هذا الكلام وظيفته إنه يخفف شوي من الأسيتيلكولين، يخفف شوي من الأسيتيلكولين. هسا أنت رحت جبت بلوكر يسكر، رحت سكرت لي إياه، ما في تغذية راجعة يقلل الأسيتيلكولين، فالأسيتيلكولين راح يزداد بس مؤقتا في البداية. طب شو يعني الأسيتيلكولين يزداد على ريسبتور ام 2؟ يعني زيد الفيجس نير، زيد التأثيرات على القلب، خفف نبضات القلب بشكل خفيف. تمام، لكن ما يزداد البلوكر بشكل كبير ويسكر لي حتى هون، خلص ما في مسار على الام 2. صحيح هون مسكر، بس برضه هون مسكر وما في تأثير على الام 2، وبالتالي ما في تأثير انه يخفف نبضات القلب، فراح تزيد. مالك عيد، حاضر. الأسيتيلكولين لما بتطلع في بعض منها بيرتبط على ريسبتور موجود على النيورون ذات نفسه اسمه بري سينابتيك ريسبتور، هذا أسيتيلكولين وظيفته انه يعطي تغذية راجعة، انه لو سمحت خفف، في أسيتيلكولين متوافر فبيخفف شوي. تمام، جبنا البلوكر في البداية، البلوكر هذا بده يسكر المسكرينيك ريسبتور، هذا ام 2 يا جماعة، وهنا على فرض انه ام 2 وهنا ام 1، هنا على فرض انه ام 1 وهنا ام 2. فهون بحكي لك انه جبنا البلوكر سكرت، فما في تغذية راجعة انه قلل، فبفهم انه زيد مش قلل، لانه سكرنا شوي في البداية. فالأسيتيلكولين في البداية راح يزداد، شو يعني يزداد؟ راح يتشغل الام 2 بشكل كبير، وبالتالي راح يخفض نبضات القلب بزيادة. يعني انت معطيه البلوكر على اساس يزيد نبضات قلبه في البداية راح تقل، وصلت؟ في البداية راح تقل شوي، بس لما يكون البلوكر كميته كبيرة راح تسكرت الام 2 كمان، فنبضات القلب زادت. اتمنى من الله انها تكون وصلت. يعني كل القصة انه ليش خففت بالبداية؟ بسبب هذا الاشي بس. higher doses بتزيد نبضات القلب، low doses بتقل نبضات القلب شوي. طيب على السيكريشنز، مالك ام 3 في الوضع الطبيعي انه السيكريشنز بنحبها كثير في الام 3 في المسكرينيك ريسبتور، لكن جيب لي بلوكر راح يصير في عندي دراوت، دراينس في الماوث، اللي هو اشي اسمه زيروستوميا. زيروستوميا يعني جفاف في الفم. سليفري جلاند راح تقل، السويت، اللاكريمال جلاند، التمبريتشر راح ترتفع، وراح تشكل حالة خطر اذا كان على الشيلدرن او على الالدرلي. كبار السن والاطفال هذا الكلام خطير، ما تستخدم الاتروبين معهم، لانه ما يتعرق هذا الكلام، ممكن انه يرتفع التمبريتشر معاه، خاصة من الطفل حركته كثيرة والفيزيكال اكتيفيتي عنده كبير، هذا الكلام ممكن انه يزيد من حرارته لشكل خطير، لدينجرس. اوكي، على الاوبثالميك، على الثيرابيوتيك يوزز، خلصنا اكشنز. فعليا انت ايش بتستخدم الاتروبين في حالات علاجية والوحدة اوبثالميك؟ بيش بانه يعملنا مايدريسز وسايكلوبليجيك، اللي هو ما يشوف الاشياء القريبه، واثنين يوسع بؤبؤ العين. مايدريسز هذا الكلام ممكن انه نستخدمه ميجرمنت ل ريفراكتيف ايرورز وذاوت انترفيرنس باي ذا اكوموديتيف كاباسيتي اوف ذا اي، نشوف يعني وضع العين في والاخطاء الانكسار اللي فيها بدون ما يصير وضع اكوموديشن. يعني انت لما تجيب طبيعيا لشخص مش ماخذ اتروبين وتوجه الضوء عليه، البؤبؤ راح يصغر، راح يصير في اكوموديشن، راح تتكيف. بينما لو انت استخدمت واحد معه اتروبين راح تضمن انه بؤبؤ العين راح يضل فاتح، وبالتالي بدون ما تعكر عليك وظيفه الاكوموديشن كاباسيتي. فانت هيك بتقدر تشوف اي شيء له علاقه في الريفراكتيف ايروس. وصلت؟ طيب شورتر اكتنج انتي ماسكرينكس مثل عندك السايكلوبنتانوليت اند تروبيكاميد
have largely replaced atropine due to prolonged mydriasis. كمان شوي راح تشوفوا نوعين من الأدوية برضو بيعملوا مايدريسس برضو بنستخدمهم بالأوبثالميك. بس ليش؟ لأنه الأتروبين إذا استخدمته راح يضل من 7 إلى 14 يوم. تخيل أنا يضل عندي أسبوعين سايكلوبليجيك، مش شايف الأشياء القريبة، مش مميزها، والبؤبؤ تبعي متوسع. أنا جربتها لما أي واحد بروح بده يعمل فحص عيون، فحص خاص معين عشان النظارات وعشان النظر وعشان يقيسوا آلة معينة، جهاز معين، لازم يحطوا لك قطرة. حطوا لي يومها بخاخ او قطرة وتوسع عندي البوبو. الاشياء القريبة ما عرفت اقرأها نهائيا، بتمسك كتاب، بتمسك ايباد، بتمسك تليفون، ولا اشي، الخط مش شايفه نهائيا. هذا اسمه سايكلوبليجيا. والمايدريسز البوبو بتوسع. تخيل انا استخدم اتروبين بالله جد 17 ل 14 يوم وضل معطل عن حياتي. لا، استبدلوها في ادوية ثانية هسه بنشوفها من 6 ل 24 ساعة ماكسيمم يوم. يعني في شيء اسمه الفينينفرين، هذا تابع للالفا ادرينرجيك دروجز، الفا بلوكر ادرينرجيك هذول يا جماعه. طيب شو جاب سيرتها هون؟ بانه احنا بنستخدمها للبابيلري دايليشن. فالحل انكم تجيبوا ورقه خارجيه، اي دواء بيستخدم فيه البابيلري دايليشن تحطه على جنب. لحد الان صرنا ماخذين اتروبين نستخدمه للبابيلري دايليشن او للمايدريسس. ثاني دواء اكتبوا الفينينفرين يؤخذ لاحقا. اوكي، طيب بس ليش استخدمنا الفينينفرين؟ انه ما في سايكلوبليجيا، ما في انك ما تشوف الاشياء القريبه، لا، بيوسع بؤبؤ العين بدون ما هاي الحركه اللي مش كويسه. انتي سبازموديك اللي هو مضاد للمغص والتشنجات، نستخدمه بشكل منيح للجي اي تراكت. كارديو فاسكولار بانه يعالج البريديكارديا. ليش؟ انه بسكر الام 2 فبتزداد نبضات القلب، لكن في دوزز لازم تكون كويسه عاليه. يعني انتي سكريتوري اذا كان في عندي بدي اوقف مثلا دعم العمليه في الرئتين وما بدي افرازات في الرئتين، وصلت؟ فممكن اني استخدم الاتروبين يسكر للسيكريشن، مهمه للسيرجري تكون في اللور اند ابر ريسبيرتي تراكتس. الانتيدوت فور كولينرجيك اجونست حالات طوارئ، عندي اجونست حالات تسمم، اورجانوفوسفيت اللي اخذناها، الانسكتسايدز والنيرف جازز بويزنينج، تمام تتذكروا؟ الاوفر دوز لمثلا فيزوستيجمين، لاي من الاجونست في عندي اوفر دوز بستخدمها للاتروبين على السريع. مشروم بويزنينج برضه نفس المبدا، ماسيف دوزز اتروبين ممكن انها تسبب سميه، تمام؟ فايش بتعكسها؟ بتجيب واحدة من الاجونست. الان الاتروبين بيخترق السي ان اس، فممكن انه يساهم في علاج الانتي كولين استريز. تذكروا لما حكينا انه في بعض الاجونست بيخترق السي ان اس، بعض الاجونست الغير مباشره الاندايركت اجونست اللي هي بتشتغل على الكولينرجيك او الكولين استريز، تمام؟ ممكن انه يفوت السي ان اس، مين بده يلحقها؟ الاتروبين. فهو يعني منيح انه بيخترق السي ان اس لانه بيلحق اي حالات تسمم لمواد الاجونست اللي فاتت على السي ان اس. كفارماكوكاينتكس مهم انكم تعرفوا انه هو بارشلي ميتابولايزد باي ذا ليفر، يعني الليفر بتعمل له استقلاب بشكل خفيف، واليمينيتد باي او جزئي، والاليمينيتد باي ذا يورين، بيطلع عن طريق اليورين، وهو الهاف لايف عنده 4 ساعات، على اساس تعرف قديش بيطول الدواء. طيب الادفيرس افكت تبعته هو بيعتمد على الدوز، وصلت؟ ففي الدوز القليل اللي بيعمل بريديكارديا، في الدوز الكبيرة ممكن إذا في الدوز زودتها كثير زيادة ممكن إنه سبب تسارع في خفقان في ضربات القلب، تكي كارديا، ممكن يسبب دراي ماوث، جفاف الفم، لأنه سكر كل الام 3، كل الجلانس، بلارد فيجن أو مسميها ساندي آيز. بلارد فيجن يعني تشويش في الرؤية، مش شايف منيح. يوريني ريتنشن، حبس في البول لأنه ام 3 سكرته وريسبتور مسكر. constipation كمان امساك على السي ان اس، بفوت على السي ان اس، واي دواء بفوت على السي ان اس يعني الا ما يكون له اعراض جانبيه زي resultlessness، عندك الconfusion، hallucinations، هلوسات، delirium اللي هو الهذيان، ممكن انه يتطور الموضوع لحد الكولابس اوف سيركيوليتري اند ريسبيرتي سيستم، يصير في تقلصات معينه ممكن يوصل لحد الوفاه اذا كانت الاشي شديد. طيب low doses of cholinesterase inhibitors such as fizostigmine may be used to overcome atropine toxicity. في حال صار معنا تسمم في الاتروبين بتستخدم المضاد له فيزوستيجمين، صار معنا تسمم في الفيزوستيجمين بنروح على الاتروبين، وصلت؟ اذا هم عكس بعض. الاتروبين ممكن انه يسبب urinary retention، ممكن انه يزيد البادي تمبريتشر. ليش؟ لانه بوقف السويت جلاند، وهذا شيء خطير على الاطفال، فما توصف الاتروبين للاطفال، تمام؟ او ابعد عنه لانه خطير من حيث ازدياد درجه الحراره. سكوباليمين
خلصنا الاتروبين لانه هو البروتوتايب، فالتركيز كثير عليه شوي. السكوبالامين، السكوبالامين هذا دواء يا جماعه بدي اياكم تحفظوه، مشهور كثير للموشن سيكنس، لدوار البحر. اوكي، له بريفرال افكتس. هسه هو تيرشري امين، يعني ستيبل، يعني بفوت السي ان اس، وتاثيره اكبر على السي ان اس، وله تاثير بريفرال افكت. وصلت؟ بس إن اللهم انه الافكت تبعه لونجر ديوريشن ذان اتروبين، وله سبيشال اكشنز. شو الاكشنز اللي له؟ موشن سيكنس، هذا المين. لما يجيك سؤال للموشن سيكنس، طبعا يا جماعه بروفايليكتيكالي، شو يعني هاي الكلمه؟ يعني انت مش لما يصير معك دوار البحر بتاخذ حبه سكوبالامين، انت عارف حالك بتدوخ، فقبل ما تطلع طياره، قبل ما تطلع سفينه، قبل ما تطلع سياره، بتاخذ هذا الاشي. اذا هي وقايه اكثر من انها تريتنج، علاج. هذا مهم، لانه اثناء الدوار البحر وحكى لك سكوبالامين ما تستخدم، ما تحط هذا الخيار. بينما قال لك انه انا شخص بدوخ كثير في هاي المناطق، بصير معي موشن سيكنس، ايش اسوي؟ خذ حبه سكوبالامين. اوكي، اذا ثيرابيوتيك يوزز واحد موشن سيكنس، انتي موشن سيكنس مش بيسببها. وانتي موشن سيكنس يا جماعه شو يعني دوار؟ ليش بصير هذا الدوار؟ لانه في الاذن الداخليه سائل، هذا السائل هو مسؤول عن التوازن، فانت لما بتميل راسك بيميل هذا السائل، فبيبعث اشاره من الدماغ انه راسك مايل. طيب، رفعت اجرك، تحركت يمين، تحركت شمال، فدائما يعني انت غمض عينيك وميل الشمال، انت بتعرف انك شمال بدون ما تتطلع، بدون ما تفتح عينيك. كيف هذا الكلام؟ من مراكز التوازن ومن ريسبتورات متوزعه حوالين الجسم، تاخذها في الفسيولوجي ان شاء الله. فانت لما تميل راسك يمين شمال وانت مش متحرك في داخل البحر او في داخل الطياره او كذا، فالجسم بيختلط انه انت بتتحرك ولا واقف. ليش هيك بصير في الاختلاطات وانت جسمك ثابت؟ فبصير هاي الدوخه. هسه لانه بيدخل السي ان اس، في احتمال انه ياثر على الشورت تيرم ميموري، الذاكره القريبه في المدى ياثر عليها، تمام، بشكل هذا تاثير غير اعتيادي، تمام، بس ممكن انه يعمل بلوكينج شورت تيرم ميموري. طيب، هذا الدواء بيعمل لك سيديشن. شو يعني سيديشن؟ يعني كيف نحكي لك، خمول، هدوء، هيك سكون، بهدى الواحد هيك زي بسطل، تمام. بس هاير دوزز بيعمل اكسايتمنت، بيعمل لك اثاره كانك انت مولع، لكن في تركيز قليل شو سيديشن، هيك مهدي مظبط. طيب، سكوبالامين ممكن انه يستخدمه يا يوفوريا اللي هو النشوه، شعور بالسعاده، شعور بالرضا، هذا ابيوز. سكوبالامين حبيبي المفروض انك تستخدم الموشن سيكنس. احنا تعرفنا على دراج ابيوز، تمام. شو يعني دراج ابيوز؟ انه دواء انك تستخدمه بغير الوظيفه المسجل فيها. فهون سكوبالامين وظيفته موشن سيكنس، انت تستخدم لي يا يوفوريا حتى تحس بالنشوه والانبساط، هذا ابيوز. المس يوز انه الدواء انت بتستخدمه لنفس الوظيفه استخدمته بطريقه غلط. Therapeutic uses, motion sickness, post-operative nausea and vomiting اللي هو الدوخة والاستفراغ ما بعد العمليات، ممكن نستخدمه هذا الدواء. متواجد منه topical patches، لزقات بتضل على مدى 3 أيام. وprophylactic زي ما حكيت لكم قبل ما يصير معاك الحالة. Pharmacokinetics مشابه للأتروبين. طيب، المجموعة الثالثة بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمسكرينيك أنتاغونست. احنا استاتنا في المسكرينيك أنتاغونست، إبرة تروبيوم and تايوتروبيوم، تروبيوم إبرة وتايوتروبيوم. هذا inhalation، منعطى بخاخات، شم، استنشاق. quaternary derivatives of atropine، شو يعني؟ يعني مشحون، unstable، يعني ما بفوت السي ان اس. طيب، هذا ممكن انه يفيدني في حالات البرونكودايليترز، وسع عندي القصبات من جوا، وبيساعد لي في الامراض الكو اي بي دي. ليش؟ لانه ام 3 مسؤوله عن انه تعمل في السموث مسل ريلاكسنس، فهي بتضبطها. فالبرونكودايليترز ممكن اني استفيد منه في المينتنس تريتمنت برونكو سبازم اسوشيتد وذ كو اي بي دي، اللي هو متلازمه الانسداد الرئوي، كو اي بي دي هذا الاختصار تبعه، احفظه. الاوبراتروبيوم از اولسو يوزد في اكيوت مانجمنت اوف برونكو سبازم في الازمة، اللي هو الربو، ممكن ان نستخدمه في السيطره في اداره مرض الازمه. اوكي، both agents are delivered via inhalation، عن طريق الاستنشاق، عن طريق انك تشمه. وصلت؟ عشان التنين مشحونين زي ما حكيت لكم انه كوارتيرنري يعني رباعي، يعني unstable يعني مشحون، يعني ما بفوت السي ان اس، فهو تاثيره تقريبا مقتصر على البولمونري سيستم. تاثيره مقتصر وين؟ على البولمونري سيستم.
التيوتروبيوم مره في اليوم، الابراتروبيوم 4 مرات في اليوم. تتذكر لما حكيت لكم عن ايش الاشياء اللي ممكن انها تسبب بايس او عدم التزام في الدواء، انه توصف 4 مرات، يعني انت نفسك اعطيك 4 مرات في اليوم ما راح تلتزم لانه كثير هذا الاشي. فيعني التيوتروبيوم تقريبا يفضل في هيك اشي، انه خلص مرة في اليوم، هاي نقطة تحسب لها. طيب مجموعة اللي وراها تروبيكاميد بالاضافة الى السايكلوبنتانوليت، هاي مجموعة الرابعة في الانتي ماسكارينيك بلوكرز. These agents are used for ophthalmic solutions for mydriasis and cycloplegia. إذا أنا بدي mydriasis، هاي الأدوية مختصة بدون ما تروح على الأتروبين اللي إلها ميت إفكت، هاي مختصة في mydriasis. الديوريشن خفيفة لطيفة إلها، شفتوا التروبيكاميد والسايكلوبنتانوليت هذا خيارنا المفضل والأسرع في موضوع mydriasis. تمام، فبيضل التروبيكاميد 6 ساعات والسايكلوبنتانوليت 24 ساعة زي ما نذكر بالضبط. الأتروبين 7 أيام، لا يعني أسبوع كامل. المجموعة الخامسة، إذا هاي المجموعة مختصة في مين؟ في المايدريسيز ووقت قصير. طيب المجموعة الخامسة بنستروباين and trihexyphenidyl، تمام؟ هذول المجموعتين مختصين في مرض نسميه أنتي باركنسون agents to treat Parkinson's disease، اللي هو مرض الشلل الرعاشي، مرض شلل الرعاش. اللهم عافينا وعافي احبائنا يا رب. طيب هذولا يعني كيف احكي لكم، كملحقات، مش بيعالجوا لكن كمواد ملحقات بالانتي باركنسونز ايجنت، المواد اللي بنستخدمها في علاج الشلل الرعاشي كمواد مساعده مستخدمه البنزوتروبين او ترايهكسيفينيدايل، وكمان ممكن انها تتضمن الانتي سايكوتيك، أدوية نفسية، والإكسترا بيراميدال سيمتومز. إكسترا بيراميدال سيمتومز أظن حكيت لكم عنها قبل هيك، اللي هي السيمتومز اللي بتكون مرافقة في الباركنسونز، الشلل الرعاشي، الإنسان بيرج مصدع دايخ مش مركز، هاي الأعراض الانسحابية كلها بنسميها إكسترا بيراميدال سيمتومز، من رج، من رعاش، من عدم انتظام بالتفكير، من أشياء نفسية. فهاي المجموعة من الأدوية مختصة بأنها تساعد الأنتي باركنسونز إيجنتس. المجموعة السادسة، طلعوا أكثر الأدوية في المجموعة، هذا كلكم بدكم تحفظوه ومو صعب، جد مو صعب، يعني طلع أمراض في تشابه، فينسن فداري فينسن سولي فينسن. طيب فيزو تورادين و تول تيرودين وفيزو تولوريدين، طلع تيرودين فيزو وتول فينسن وفينسن داري فينسن سولي فينسن. بعدين في عندك الأوكسي بيوتين أو بيوتينين، وآخر دواء اللي هو تروسبيوم كلورايد. ما راح نتفصل بكل واحد منهم، بس اعرفوا انه هذول ضمن المجموعة الواحدة، بحيث اذا ذكرت وظيفتهم اللي هو الأوفر أكتيف بلادر، بس أوفر أكتيف بلادر، تمام؟ بس اعرفوا لي انه هذا هو التأثير تبعه. شو اوفر اكتيف بلادر؟ انه يعالج لي حالات البلادر الكثيره، يعني حالات التبول الكثيره، فانا بدي اهدي واوقف وامسك البول مثلا، وبستخدم حال العلاج هذا الكلام، هاي المجموعه. فاي واحد نذكر منهم بدي اياكم بس بالعين، يعني مش شرط انكم تحفظوا بصم وتعرفوا كل شيء فيه، لكن اعرفوا بالعين اذا اجى واحد من هذول الادويه وطالب بالسؤال علاج الاوفر اكتيف بلادر، انه يعني مثاني كثير بتمشي، شو علاجها؟ بدك تمسك. طب البلادر ماشي على الام 3، شو اللي بيسكر الام 3؟ اللي هو البلوكرز، هاي المجموعه بالضبط. بس فبزيد الكاباسيتي تبعت البلادر، بزيد مخزون المثانه، وبيقلل او بيشد على الاسفنكترز. طبعا له سايد افكتس من دراي ماوث، كونستيبيشن، امساكات، ممكن انه يعمل بلارد فيجن، تشويش في الرؤيه. الاوكسيبيوتينين افيلبل ترانس ديرمال، يعني توبيكال باتشز لزقات، اوكي، tolerated because it causes less dry mouth. ليش؟ طب هذا الكلام لانه topical، يعني بيقلل من dry mouth وهاي الامور. overall effects of these anti-muscarinic drugs are similar، كلهم متشابهين من حيث التأثيرات. هذا جدول مهم يا جماعة، لخص لنا كل المسكرينيك بلوكرز، طلعوا هاي المجموعة وهاي المجموعة وهاي المجموعة، المجموعات اللي اخذناها اتروبين سكوبالامين، بعدين هاي المجموعة، بعدين هاي المجموعة، هاي المجموعة، كل واحد تأثيره الاساسي.
بالنهايه انتوا راح تهتموا في هذا الملخص بالاضافه للملخص اللي عملكم اياه في اليوتيوب. تدرسوا بتدرسوا بتدرسوا بتحسوا حالكم ضايعين، تيجوا على هذا الجدول تحكي والله كل هاي اللي ذكرت قبل شوي وينها؟ المجموعه الطويله عريضه هيها داري فينيسين وهاي الامور، شو بنستفيد منها؟ الاوفر اكتف بلادر. فسؤال: one of the following drugs is used for overactive urinary bladder، وذكر لك واحد من هدول مع خيارات ثانيه، شو بدك تختار؟ المجموعه من هدول. one of the following drugs is best used of mydriasis and cycloplegia، شو بدك تستخدم؟ واحد من هدول. طيب من حيث الديوريشن اعطاك اياها انها تكون قليله، بتستخدم اول دوايه ما بتستخدم الاتروبين لانه طويل. وصلت؟ one of the following drugs is used for treat COPD، بدك تستخدم ايبروتروبيوم and تيوتروبيوم. وصلتكم كيف فكره الاسئله؟ هيك يعني الوظيفة صحيح في وظائف كثيرة ومتداخلة، لكن كل مجموعة دائما بتشتهر في وظيفة معينة. طيب تقريبا خلصنا الدسامة، خلصنا الدسامة اللي هو مسكرانيك بلوكرز. تعال نحكي شوي صغيرة عن الجانجلينيك بلوكرز، وانه ليش ما في أدوية للجانجلينيك بلوكرز، يعني نيكوتينيك يا جماعة، يعني نيكوتينيك بلوكرز ليه؟ يعني تسكر النيكوتين ريسبتور يا اخي، ما في سلكتيفيتي في الموضوع. انت راح تسكر لي الجانجليون كامل، اوتونوميك جانجليون، راح تسكر لي نيوروماسكولار انتاغونست، راح تسكر لي كامل الاوتبوت للسمباثيتك والباراسمباثيتك. هذا الكلام ما بصير. طيب ما عدا النيكوتين اذر دراجز منشنز كاتيجوري هي نون ديبولارايزنج كومبيتيتيف انتاغونست. طيب شو معنات هذا الكلام؟ انا البلوكرز لما اجيبهم هم نون ديبولارايزنج، الاغونست ديبولارايزنج. شوف هاي الاسيتيلكولين بطلع على ريسبتور صح، بيرتبط في هذا الريسبتور، شو بيعمل؟ بيعمل ازاله استقطاب حتى ينقل الاشاره الى داخل الافكتور اورجان او داخل النيورون الثاني. لما انا اجيب اغونست برضه نفس المشكله، نفس الوظيفه، انه بيروح بيعمل لي ازاله استقطاب اللي هو الديبولارايزنج ايجنت نسميه. الاغونست ديبولارايزنج كومبيتيتيف ايجنت، لما اجيب انتاغونست ما هو بلوكر، بده يروح ويثبت ويسكن ويهدى، هل راح يعمل ديبولارايزنج؟ هل راح يعمل ازاله استقطاب وينقل اشاره؟ انا ما بدي انقل اشاره، فهو نون ديبولارايزنج كومبيتيتيف انتاغونست، يعني بينافس الاسيتيلكولين وهو مسكر، نون ديبولارايزنج. الاغونست بينافس بس ديبولارايزنج. وصلت شو معنى الكلمه؟ طيب ريسبونسز للنون ديبولارايزنج عادة البلوكرز بتكون كومبلكس اند موستلي انبريدكتبل، عادة هاي بتكون يعني معقد شوي الاجراءات اللي الها والاستجابات اللي الها وغير متوقعة بتكون. ريرلي يوست، بس يعني اذا ربنا الله اذا بنستخدمها بنستخدمها في اكسبيرمنتال فارماكولوجي، بس للفارماكولوجي اللي بنستخدمها كتجارب، لكن علاجات سكر لي كامل جانجوليا نيوروماسكولار لا. نيكوتين موجود بكميات كبيرة في السيجارت سموكينج، وهو بويزن، هو سم من السموم، له كثير undesirable action. therapeutic benefit ما في، حسب الدوز، بيعتمد على الدوز. إذا دوز قليلة هو موجود في جسمي، دوز قليلة فهذا بشغل بشكل كثير منيح، بشغل الجانجليا، بشغل الماسكولار، بقدر أقبض عضلاتي بكل راحة، تركيزه عالية. إيش راح يسوي في البداية؟ راح يعمل stimulation جدا كبير في الريسبتورات، فبيطلع كمية نور ابنفرين وابنفرين من السمباثيتك بشكل تحمسك هيك، بتخليك من جوا نشط ومثار وكل امورك طيبة. بعدين راح يصير شلل في كل الجانجليا، لانه الريسبتورات يا جماعة من كتر الضغط عليها بتبطل تستجيب. فانت لما تجيب نيكوتين كمية مهولة راح يصير في شلل في الجانجليا، فهيك لو حصيبه سيديشن بهدا، بتلاقيه الماخد لك سيجارة وفيها نيكوتين كثير مسلطن وهادي ومدروخ ومزهزه. ليه؟ لانه كل الجانجليا نطعت لعنده من الاخر، سمباثيتك والباراسمباثيتك جانجليا متوقفه. في البدايه راح تفرز دوبامين ونور ابنفرين بكميه كبيره، فراح تعطيك شعور في السعاده، في الابيتايت سبريشن راح تقمع لك الشعور في الجوع والشهيه، راح تروح الشهيه الابيتايت. فعشان هيك بيحكوا لك المدخنين دائما ضعاف، ليه؟ لانه الابيتايت رايحه، الشهيه رايحه. وصلت. overall response stimulatory inhibitory effects of nicotine هي اللي بدها تعتمد عليها الفسيولوجيكال سيستم كامل، لانه انت كله بيعتمد على النيكوتين. نيكوتين خفيف راح يشتغل كل الجانجليا ونيوروماسكولار جانكشن، نيكوتين عالي راح يعمل باراليسيس شلل. اوكي طيب زياده البلاد بريشر والكاردياك ريت تمام،
في البداية لأنه أنت بتشتغل على الأدرينيرجيك تيرمينالز and increased peristalsis and secretions. راح تزداد البيرستاليسيز اللي هي حركة الأمعاء التمعجية. الأمعاء لما تيجي تهضم راح تاخذوها في الجي آي إن شاء الله راح تتحرك حركات تمعجية. هاي هي حركة الأمعاء، فراح تزداد هاي الحركة وإفرازاتها راح تزداد. في الهاير دوزز هذا الكلام راح ينعكس، راح البلد بريشر ينزل، الجي آي تراكت الحركة فيه الأكتيفيتي راح تنزل، الجانجلينك راح يصير له بلوكيد، راح ينقفل البلادر ماسكوليتشر كيسز راح تنزل في الدوزز العالية. في الدوزز القليلة وظائف جسمك طبيعي راح تشتغل، راح تشغل سمباتيك تمام وراح تشغل الباراسمباتيك. يا جماعة النيكوتين كل ما هو في كميات طبيعية راح يساهم في فرز الدوبامين. الدوبامين بيعطي شعور في السعادة والأباتايت سبريشن، الشهية بتروح، راح يحفز النور ابنفرين من السمباتيك تمام، يعني برضو أباتايت سبريشن. فنور ابنفرين بيعمل أريوزل إثارة، أباتايت سبريشن بروح الشهية، الأسيتيلكولين برضو كمان بيعمل على الإثارة، وكوجنيتيف إنهانسمنت الإدراك، عندك الإحساس في الإدراك بيزيد. ليش؟ لأنه كل أوتونوميك جانجليا شغالة، النيكوتين بيحفز الجلوتاميت إنه يطلع، فكل مهارات الليرنينج والميموري إنهانسمنت راح تزداد، السيروتونين راح يزداد، وبالتالي المود تبعك راح يتحسن، وبرضه الشهية بتروح، البيتا اندروفين راح كمان ريديوس ذا انشيتي اند تنشن. الاندروفين هذا بيساهم في يعني انه شعور الالم يروح، اذا كان عندك شعور في الالم والتعب مع افراز الاندروفين هذا الكلام بيقل. الجابا كمان هذا نيورو ترانسميتر بيقلل الانشيتي والتنشن. فالنيكوتين يا جماعه كل ما هو بكميات طبيعيه، واول الكميات الزياده راح تحس في كل هاي الاشياء. عشان هيك المدخن في بحس امراض بانه هو مزاجه احسن من انه ما يدخن. ليه؟ لانه النيكوتين في مرحله مراحل، اذا ازداد بهذا الشكل راح يسبب كل هذا، لكن كميات الكبيره راح تسكر، هو مش عارف انه لقدام راح تسكر كل هذا الاشي، وهو راح يضل في شعور سيديشن بانه هو مبسوط بس خامل بنفس الوقت. طيب نيوروماسكولار بلوكينج ايجنت، اخر سلايد اخر ان شاء الله، انه هي مرتبطه على سكيلت المسل زي ما حكيت لكم، الوظيفه تبعتها اللي هو بعد العمليات الجراحيه بتكون العضلات متشنجه بالاسيتيلكولين، فانا بروح بعطي بلوكر لها فبتهدى العضله بترخي تمام. بعد الانستيجيا بعد التخدير بعطي زي مسل ريلاكسنت مرخي عضلات بانه يسكر مستقبلات الاسيتيلكولين اللي هي النيكوتين على المسلز. شو الانواع؟ ما بدي اذكر لكم انواع، خلاص مش مذكور في المحاضره، ان شاء الله في مواد ثانيه بتاخذوها. وصلت على خير ان شاء الله. هيك انهينا محاضره رقم 13 كولينيرجيك انتاغونيست. اتمنى من الله اني اكون فدكم، اتمنى من الله اني اكون اديت الامانه في هذا الكورس. باذن الله راح تكملوا محاضرات ل 18 بشرح كمان ممتاز باذن الله. هيك محاضرات المد بتكون انتهت بحلول محاضرة رقم 18. يا رب ان نكون سهلنا عليكم. بإذن الله راح تنزلكم شوية ملخصات، وإذا قدرنا نصور فيديوهات لشوية حل أسئلة، والله يوفقكم يا رب. أي أسئلة احنا متوافرين بإذن الله بأي وقت. الله يعطيكم العافية.